ده مش هيتاخد غير طيب في طب موقف ابراهيم، معين. رايك ايه في الصيغه اللي ممكن يكون ارسلها اتحاد الكره لنادي الزمالك اللي بيهددوا فيها واللي دافعها يعني الاستاذ محمد وفا، بس هدد فيها ان خلال 60 دقيقه لو ما ردتش عليا يبقى انت ما عرفتش هل تمسحني. دي وصلت؟ وصلت بالشكل ده؟ الاستاذ محمد ابو الوفا قال لي ما وصلتش، ما يبقى كانتش خلاص بالطريقه دي. مش. لو وصلت لا فيها بس يبقى نادي الزمالك كابتن وائل في بيانه او في خطابه اللي ارسله لاتحاد الكره والرد قال لك ده 60 دقيقه ومش عارف ايه وكلام من طب ده، انا ان هم اشوف هددوه خلال الورقة، 60 دقيقه. اشوف الورقة عشان اتكلم طب خلينا نعرض لحضراتكم، لو وده في انفراد، اعرض لحضراتكم الخطاب اللي ارسله اتحاد اتحاد الكرة. الكره لنادي الزمالك قدامكم دلوقتي على الشاشه، يلا بينا نعرضه، يلا بينا، عشان في كلام يلا بينا. بيتقال كده فبرضه الواحد يبقى ايه. طيب السيد الاستاذ ايهاب السيد خضر اهو قدام حضراتكم القائم باعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك، تحيه طيبه. وبعد بمناسبه اقامه مباراه السوبر المصري يوم 5/5/2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث أن مجلس أبو ظبي الوطني المنظم للمباراة قد قام بحجز تذاكر طيران خاصة ببعثة ناديكم على الرحلة رقم 916 MS بتاريخ 1/5/2023، وقد فوجئ الجميع بعدم استقلال بعثتكم الطائرة المذكورة. وبناء عليه فبرجاء الإفادة عن مشاركة ناديكم من عدم قبل الساعة 3 مساء اليوم حتى يتسنى لمجلس إدارة الاتحاد اتخاذ اللازم، وفي حالة عدم ردكم في الموعد المحدد عن موقف نادي الزمالك في الاشتراك من هذه المباراة يعتبر ناديكم منسحبا وتطبق اللائحة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. وليد العطار المدير التنفيذي توقيعه مدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. يعني قال لك ايه قبل الساعة 3 مساء اليوم، ومع ذلك الأستاذ محمد أبو الوفا كمان رغم الخطاب ده ماشي بقى ما قال تقالش. لك احنا استنينا لغاية الساعة 7 و8 طيب يعني ما أو تقالش الساعة ان 7 هو في خلال بالظبط. 60 دقيقة زي ما اتقال. ما لكن دي مفيش كلمة 60 دقيقة دي خالص. بقى النقطة اللي بتطلع يا كابتن. في حاجات بتطلع ممكن من داخل الإدارة بتضر النادي. يعني انت عملت بلبلة وعملت مشكلة ووصلت للناس ان بيتقال من قيمة نادي الزمالك. واعتقد ان اتحاد الكورة يعني الكلمة حتى لما شفتها استحالة ان اتحاد الكورة يبقى بالسذاجة دي يوصل الكلمة طب بالشكل انا ده. اقول لك على حاجه، اتفضل. حتى لو قال له قدامك 60 دقيقه يتغاضى، من حق اتحاد الكوره لانه عايز يلحق، عشان لو هو مثلا بس ما كان السذاجة دي بقى اصابت رسمية. جدا نادي لا الزمالك وكان بص هنتكلم واقعي ولا نتكلم شوف احنا انا على كنت طول بنتكلم بدافع اهو. واقعيه. لا كمل. لا شوف انا كنت بتكلم ايه عن الزمالك دلوقتي. بس انا بقول لك يا سيدي، انا كاتحاد كوره وفي ورطه تمام، وفي نادي اعتذر تمام. طب انا عايز اوفق اوضاعي، عايز الحق. لا ممكن ابعت اقول في خلال ساعه، لو ما جاش الرد يبقى احنا خلاص بس خد بالك نقدر كابتن، هي نسلم. لما طلعت من النادي او من الحته الاعلاميه في نادي الزمالك طلعت بالشكل ده، ما انا بقول طبيعي لك ان هو اي حد حتى لو هيغضب. طلع، لا هو كابتن وائل بيقول لك حتى لو كده اتحاد الكره حقه يعني ما هو النهارده برضه بص هو مستعجل، فهو برضه طبيعي عايز. ان بص في اصل انت بتتكلم في فرقه تانية هتشترك في ولسه تاشيرات هيبقى في فيها تذاكر طبعا. في انت طالما مش عايز وما سافرتش، صح. انا لو قلت لك بعد اذنك رد لي خلال 60 بس دقيقه باين نادي الزمالك عادي. مذكور فيها ان صح يا ما انا كابتن بقول لك اهو، صح يا امير؟ حتى لو باين باين نادي الزمالك ايه؟ مذكور فيها ان ال 60 دقيقة؟ اتقال 60 دقيقة. بقول لك، ما انا مكتوب بقول لك ما هو ده حتى، ما حصلش. ما هو بناء على الجواب بتاع اتحاد الكورة ان ما ما انا اتذكرش بقول لك فيها حتى 60 لو دقيقة. اتذكر يا ابراهيم، ما هو من حق اتحاد هل الكورة مثلا برضه. الجواب باين وصل خلال الساعة 60 2؟ دقيقة اهي قدامك اهي. اهي. طيب الجواب اللي موجود ما ما انا فيهوش بص يا خلال ابراهيم، 60 دقيقة. ما انا هرجع اقول لك تاني، ما هو ده حتى برضه، ما دي حاجات مع تضايقك احترامي. ليه؟ احنا عايزين لا مش موقفك. قصدي، دي اهو حاجات بتوصل قدامنا على للرأي الشاشه اهو العام، بتوصل باين لجمهور قدام الزمالك. ما هو ده برضو قدامنا زي. يعني ايه. انا بقى بوضح لجمهور نادي الزمالك، حتى لو اتقال خلال 60 دقيقه فلازم يعرفوا ان في فرقه تانية هتشترك، وفي حاجه اسمها تاشيرات، في حاجه اسمها تذاكر سفر، بالظبط. وفي حاجه الموقف اسمها حجز. برضو ثانيه صعب بس، يعني يا ثانيه بس، كابتن. فهو بيقول افقدنا بحاجه عشان انت ما سافرتش تمام، ما فيهاش اي مشكله، ده حقه خلاص. احنا اعتذرنا خلاص، بنبعت رسمي ان احنا اعتذرنا. مش ده من حق الاتحاد؟ ما هو زي ما الاتحاد بيغلط، ما برضه لما يجي يكتب حاجه رسميه، ما هو طبيعي ان هو عايز حاجه رسميه يا ابراهيم، فلازم يجي له الرد على طول لان هو ما عندوش وقت. ما ده شيء طبيعي. بس خلاص. انا فالجمهور بتكلم ما على لا الجمله الجمهور ما نفسها، يزعلش، لان لان الجمله اللي واصله الجمله اللي وصلت واصله ان هي للناس خلال 60 دقيقه، ان فقال لك اتحاد الكوره ازاي؟ بص ما هو الرد قال لك ايه؟ طب انت دلوقتي جاي عايزنا ارد عليك في خلال 60 دقيقه، وانت اصلا سايب لي موضوع كهربا 3 شهور. لا دي تفرق، دي عندي انت فاهمني؟ فانا بتكلم بس بوضح لجمهور نادي الزمالك ان هو من حق اتحاد الكوره انه يبعت، بس ومن حق نادي الزمالك ان هو يعتذر. بس نادي الزمالك خسران في الموضوع ده خساره كبيره من كل دي النواحي. دي بقى هو يتحملها، خد بالك، كل يتحملها فيما النواحي. بعد. اي حد هيطلع يقول لك ان ابتدت نادي الزمالك في القرار ده ان هو كسبان، لا نادي اللي الزمالك خسران، خسران الخسران الاكبر الكره المصريه طبعا. وصناعتها بس من ده وجهه المهم. نظري. ونادي الزمالك اكتر
واكيد انت وخد بالك برضه معلش لو هنتكلم حق ربنا انا شايف في الفتره الاخيره ان الناديين مبوظين الكوره في مصر. ليه بقى؟ لا طبعا لان بقى صراع رهيب. ده بيقول اخبار عارف مثلا يخلي السوشيال ميديا والجماهير يبقى عندها غضب ونفس القصه الناحيه الثانيه. هي مش ناحيه واحده عشان نبقى صراحه. مش ناحيه واحده؟ لا مش ناحيه واحده خلينا صراحه. فاهمني؟ ليه مش ناحيه واحده؟ لا هنا ناس بتتكلم وهنا ناس بتتكلم. طب انا هقول لك حتى حاجه حتى نويل. لو لعيبه قدامى بيتكلموا هنا نويل. او هنا يعني مش لازم يبقى مجلس أنا اداره على بص مش لازم انا بتكلم على المجلس انا بتكلم نفسها. انا بتكلم لا ما هو خد بالك خلي بالك ما الجماهير الكره في مصر اللعيبه القدامى دول جماهير دلوقتي الكره في مصر لا اللعيبه القدامى لا مش جماهير دول قدوه لازم تعرف حاجه انت لما تلعب في النادي الاهلي او نادي الزمالك فانت النهارده قدوه بس مش محسوبين على مجلس لا مش محسوبين على النادي اما لو هو مش محسوب على النادي ما يجيش يقول انا راجل اهلاوي لعبت في النادي الاهلي فانا محسوب على النادي ما تقولهاش بقى حضرتك خليك بقى انت جمهور لكن انا النهارده كوائل قباني لما بقول كلمه تمام يبقى انا محسوب عليها ماشي بس انت كمان عارف يعني مش هتمسك لسان كل واحد من انا ما قلتش يمسك بس انا بتكلم على ايه هيبقى في احتقان الفتره الاخيره في احتقان كبير جدا طبعا دي حقيقة. انت النهارده بقى في طبعاً. مشاكل الجمهور بقى الجمهور دلوقتي شوف انت كمل في شهر كان في الوقت رئيس النادي ما كانش موجود على فكره كانت الامور كويسه ما كانش في كانت الدنيا هاديه شويه عشان بس نتكلم لما مرتضى ما كانش موجود على الساحه كانت الامور هاديه وما كانش في مشاكل كلام برضه مش مجالس الاداره خالص. انا قلت لك هي مش مجالس اداره بس يا ما كانش في الاحتقان ده والله مش مجالس اداره بس لاحظ كده اول ما رجع تاني هو كان في احداث المشاكل تاني هو حصل كان في احداث كان في احداث طبيعي